جات لي وانا يعني بكلم منتدى العفويه سياده الرئيس في تقريبا 2018 ابراهيم في جامعه القاهره في مؤتمر الشباب، وكان في تقرير 12 اتذاع قدام سياده الرئيس عن الحالات بتاعه قوائم الانتظار، واحنا قاعدين بنشوف التقرير. جاب حاجات انا قاعد شايف الرئيس يعني لم كإنسان لم يتملك نفسه من الدموع غالبة الرئيس، ولم يستطع الرئيس أن يغلب دموعه لأنه صحيح. شايف أسوأ حاجة في الدنيا ربنا ما يكتبها لحد المرض. المرض لما يكون حد مريض ومش قادر. المرض هو يعني حالة يعني الإنسان يقف أمامها عاجزا، خاصة لو هو العيان ولاده، فدي نقطة بيبقى الحقيقة التأثر فيها يعني. فالاستجابة هنا الحقيقة بتبقى يعني بتسلك صدور يعني الناس كلها. أنا فعلا الحقيقة سيادة اللواء بقول إنه ما تحقق خلال السنوات الماضية حتى في قطاع الصحة، الرئيس دايما بيتكلم بيحاول ينبهنا وينورنا إلى في مشاكل فكر خارج الإطار. صحيح. فالرئيس هو ضرب مثل فكر خارج الإطار في موضوع المبادرات الرئاسية. صحيح. لو اعتمدنا على العمل التقليدي والروتين والجهاز الإداري للدولة مش هجيب نتيجة. الرئيس عمل مبادرات لو لم، والله هذا كلام سمعته في أكثر من دولة بره، لو لم يقم الرئيس بأي عمل إلا القضاء على فيروس سي لكفى.